حياكم الله مجددا في أهلا، استمرارا للفقرات والحلقات التي نقدمها في أهلا في موضوع التثقيف والتوعية الصحية والطبية. اليوم نصل إلى فكرة كيف يمكن أن نتمتع بنمط حياة صحي يجنبنا أمراض القلب والمشكلات الصحية التي قد تكون منطوية على هذا المجال. وكالعادة نذهب في مثل هذه الأمور إلى المختصين القديرين المباشرين المتمكنين في هذا المجال، ولذلك معي هنا في الاستديو اليوم الدكتور فواز المطيري، وهو استشاري القلب والقسطرة ورئيس جمعية القسطرة القلبية الخليجية. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك دعوتنا. مساء النور، اهلا وسهلا وشكرا على التضافة. اهلا وسهلا دكتور. اليوم بصفة عامة ابغى انطلق من سؤال المقدمة. اليوم صحة القلب يعني تنطوي على ممارسة حياة صحية جيدة، صحيح، وبنمط صحي جيد. إيش مواصفات هذا النمط الصحي اللي الواحد يجب أنه يتبعه حتى يتمتع بحياة جيدة؟ ممتاز، سؤال جميل جدا. في البداية يعني أشكرك على الاستضافة وأشكركم على توجيه دائما الضوء على التوعية الصحية، وهذا شيء مهم جدا وأحد ركائز رؤيتنا، رؤية 2030 هي المحافظة على النمط الصحي وجودة الحياة، والآن أخذت زخم كبير جدا من الأطباء وزارة الصحة والوزارات المعنية في المحافظة على النمط بشكل جيد، ولها معايير يعني ما شاء الله القيادة ماشية بشكل كبير جدا في محاولة الاستمرار. ويمكن نشوفها مترجمة الآن في كمية المؤتمرات والندوات والملتقيات الصحية اللي جالسة تعقد في المملكة. ترجمت بعدة مستويات، على مستويات التثقيف والتوعية سواء في مؤتمرات طبية أو يعني أحدها القنوات التلفزيونية المتابعة للأمور، وترجمت على الواقع بمثلا زيادة الحدائق، زيادة المناطق المشي في الرياض مثلا وفي المملكة العربية السعودية. هذه أحد ركائز تحسين النمط الحياة وتحسين جودة الحياة وتقليل الأمراض بما فيها أمراض القلب. قبل الوصول لنمط الحياة، من ضمن هذا التوسع والاهتمام بالصحة مراكز أمراض القلب شملها هذا التوسع بشكل كبير؟ طبعا من أهم، طبعا أمراض القلب من أهم الأمراض عالميا. حاليا الوفاة نتيجة أمراض القلب هي رقم واحد في العالم، وهي تعتبر أكثر من أمراض السرطانات مجتمعة. عشان كذا كل المنظمات الصحية في العالم مهتمة بموضوع أمراض القلب ومحاولة تقليل أمراض القلب عالميا، يعني تأخذ شيء من اهتمامات الوزارة حتى المادية لتحسين الأداء في هالمجال. منها عدد مراكز القلب في المملكة، يعني احنا المملكة العربية السعودية صراحة من أحسن الدول العالمية، وأعتقد المفروض تكون من الدول يعني على النطاق العالمي، ما هي من الدول النامية، لأنه أكثر اللي نعمله الآن من مصاف الدول العالم المتقدمة. مراكز القلب موجودة في كل مدن المملكة، ما في منطقة طرفية أبدا إلا فيها مركز قلب متخصص. حاليا عندنا مركز قلب في مستشفى الافتراضي نجتمع فيه كل خميس ونناقش كل حالات أمراض القلب في المملكة العربية السعودية. في فرق طبية تطلع المستشفى الافتراضي إلى المراكز الطرفية بشكل أسبوعي ونناقش كل الحالات. يعني أنا أتمنى الحلقات طويلة عشان نسلط الضوء على ما نقدمه في قسم، بس هذا هو قسم بسيط أمراض القلب للمرضى في المملكة. جميل. فالاهتمام اهتمام كبير جدا من الدولة، الاهتمام كبير جدا من القيادات في الوزارات المعنية بالصحة ومن الأطباء الزملاء في كل مجال. جميل. بالعودة إلى النمط، يعني نمط الحياة، يمكن الرياضة من أكثر الأشياء اللي الناس يذكرونها كثيرا. أنا وإنت تحت الهواء كنا نتكلم على موضوع التدخين، إنه من أكثر الأشياء أيضا سلبية. ودي تعطينا تصور لهذا النمط الحياتي اللي ممكن يقود إلى صحة أفضل. ممتاز. لمعرفة النمط الحياتي الأساسي والجميل، أخذ دقيقة ودقيقتين أتكلم فيها عن أمراض القلب عشان نعرف وش إحنا نبغى نعمل كنمط حياة لتقليل الأمراض. أمراض القلب عادة بشكل مبسط هي عدة تخصصات. يعني عندنا مشاكل الشرايين القلبية وهي من أهم الأمراض التي تصيب الإنسان، نسمع دائما بالذبحات الصدرية والجلطات القلبية، وهذه أغلب علاجنا لتقليل مشاكل الشرايين اللي في النهاية يصب في تقليل فشل عضلات القلب. مشاكل الصمامات القلبية، مشاكل كهرباء القلب، مشاكل فشل عضلات القلب، مشاكل خلقية في القلب، كل هذه لها استراتيجيات في تخفيف العبء. لتسليط الضوء على النمط الغذاء الصحي عادة لتقليل العوامل الخطورة المؤدية إلى أمراض القلب. عوامل الخطورة هي التدخين رقم واحد، السكر والحفاظ على السكر، ارتفاع ضغط الدم، التوتر والضغوط النفسية سواء في العمل أو غيرها، زيادة الوزن،
فلو ناخذهم واحد واحد، الرياضه مثلا، الرياضه تقلل التوتر، تقلل، تحافظ على السكر ونمط السكر، تقلل الضغط، تقلل من الكوليسترول داخل الجسم. الرياضه اللي دائما منصوص فيها عالميا هي نصف ساعه يوميا، هذا كأقل حد، خمس أيام في الأسبوع كأقل حد عدد أيام. إحنا نتكلم نصف ساعة الرياضة إجمالا، أنواع الرياضات ولا مشي؟ لا، هي المشي، هي إحنا نتكلم عن رياضة المشي، وإحنا يسمونها بريسك ووكينج، يعني المشي الجاد، يعني المشي إحنا خلنا نقولها بالعامية التمشي ما منه فايدة، يعني المشي اللي باقي شوي وتركض، هذا هو المطلوب. أن المطلوب طبيا أنك تزيد ضربات القلب وتستمر مدة نص ساعة زايدة وبعدين تنزل. جميل. هذا لو عمل نص ساعة يومية مدة خمسة أيام يؤدي إلى تقليل كل العوامل الخطورة اللي ذكرناها، مما يؤدي إلى تقليل الإصابة بأمراض القلب والشريان. جميل جدا. نبغى نفتح موضوع التدخين كذا بشكل موسع، إذا تسمح لي أخذ فاصل ونرجع نتحدث بعد هذا الفاصل، مكملين مع الدكتور فواز النطيري. حياكم الله مجددا في الجزء الأخير من يا هلا. ضيفي هنا الدكتور فواز المطيري، استشاري القلب والقسطرة القلبية والقسطرة، ورئيس جمعية القسطرة القلبية الخليجية. رحب فيك مجددا دكتور. قلنا بعد الفاصل بنوسع الحديث شوي عن التدخين. اليوم الربط بين التدخين وأمراض القلب واضح بشكل كبير جدا، وش تقول في هذا الجانب؟ تمام، نقطة بسيطة جدا في عوامل الخطورة تكلمنا عنها، التدخين، السكر، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول والضغوط النفسية. كل ما زادت عوامل الخطورة كل ما زادت النسبة في الإصابة. يعني الشخص المدخن فقط يختلف عن شخص مدخن وعنده سكر وعنده ضغط. عشان كذا الأشخاص اللي عندهم عوامل خطورة أخرى، هذول اللي دائما نصحهم بأنه التدخين حيضركم أكثر لأنه حيزيد من نسبة المشاكل. التدخين أنا شخصيا أرى بما اطلعت عليه من بحوث انه من اهم العوامل لامراض القلب والشرايين. التدخين يساعد على زياده ماده الادرينالين داخل الجسم. التدخين يساعد على تجمع الكوليسترول داخل الشرايين. التدخين يساعد على تقلص الشرايين اكبر، مما يؤدي الى انشطار جدار الشريان ويؤدي الى الجلطات القلبيه حاده. التدخين بعد الجلطات من اهم الاسباب لاعاده المريض مره ثانيه المستشفى بجلطات قلبيه جديده. التدخين يساعد على الدعامات اللي ركبها في علاج الجلطات، هو اكثر عامل يؤدي الى تجمع الكوليسترول داخل الدعامات. فالتدخين كل هذا يسوي التدخين، كله تدخين. فالتدخين، السجائر العادية أو السجائر الإلكترونية أو السجائر الجديدة اللي كل مرة يطلع عندنا شيء جديد في السوق، كلها منظمة الصحة العالمية أدرجتها تحت نفس التصنيف في التأثير على أمراض القلب والشرايين. طيب دكتور، إحنا نسمع كثير على موضوع السجائر الإلكترونية، أنا كنت بأجل المحور شوي بس بما أنه جاء الحديث عنه. في اللي يقول لك أنه تأثيرها نفس تأثير السجائر العادية، وفي اللي يقول لك لا انه تاثيرها اقل، وفي اللي يقول لك ان تاثيرها اعلى، اعطنا القول الفصل في هذا الموضوع. القول الفصل نزل في مسوده من منظمه الصحه العالميه لموضوع التدخين، واخ اكبر يعني جزء تكلموا عنه كان موضوع السجائر الالكترونيه. هي عملت اساسا لعلاج المرضى من التدخين، يعني هي اساسا عملت لعمل المدخن انه يتجنب موضوع التدخين. طيب طبعا التدخين هو ادمان نفسي، ما هو ادمان عضوي، يعني هذه مهمة جدا للمدخنين، يعني يختلف عن المواد اللي فيها إدمان عضوي اللي المريض نفسه ما يقدر يتخلص منها، لازم له علاج. التدخين هو إدمان نفسي، وحتى الأعراض الانسحابية للتدخين ما تتجاوز خمس دقائق. يعني لو حتى هذا كلام جديد ومهم يا دكتور، هذا هو إدمان نفسي فقط؟ طبعا. طيب اللي يدخن وما يحصل على التدخين في أوقات طويلة يشعر بالصداع وبالانزعاج، هذه كلها أشياء عضوية؟ لا، هذه كلها هي أعراض الانسحابية تجي مع حلول الجو العام للتدخين. طيب بنجيلها، حل لي موضوع السجائر الإلكترونية. السجائر الإلكترونية باختصار هي نفس مفعول السجائر العادية كأضرار. هي عملت للمريض اللي يبغى يتخلص من التدخين ينتقل لمرحلة السجائر الإلكترونية، لأنها ما تعطيها الجو العام للسجائر العادية لحد ما ينتهي الموضوع النفسي وبعدين يوقف التدخين. هذا كانت أساس وجود السجائر الإلكترونية، لكن أمراض مضارها نفس مضار التدخين عشان أقدر أعطيها يعني كجملة. اللي اليوم بياخذ سجارة إلكترونية علشان يخفف موضوع أضرار التدخين ما فيها فايدة، أمراض القلب والشرايين ما تغير شيء. طيب الشيشة ولا السجارة؟
انا افضل عدم لا شيشه ولا سيجاره يعني، لكن التاثير بينهم طبعا مختلف طبيا، يمكن نخوض فيه ما يكون واضح اكثر، لكن السجائر معروف انها مقلصه للشرايين، وعمليه تقليص الشرايين تؤدي الى زيادات الجلطات القلبيه. الشيشه موسع للشرايين، وهذه تقلل من يعني احنا مثلا في الناس اللي يشيشون ما نشوفهم في امراض في اقسام القلب بشكل كبير، بينما تروح للانف والاذن والحنجره تشوفهم بشكل كبير اول دكاتره الصدريه. هذا يعني انه الشيشه اقل ضررا؟ الشيشه هي طبعا منظمه الصحه العالميه نزلت بعض الـ 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 الابحاث عنها، للاسف هي منتشره في عالمنا العربي اكثر من العالم الغربي، وعالمنا العربي ما هو كثير فيها الدراسات، فالامور ما هي واضحه فيها. طيب. الا انها ربطها بالشيشه تعادل 45 سيجاره، ولا هذه ربط وقتي بحت، ما هو معلومه طبيه صحيحه. ما هي صحيحه ولا ما هي دقيقه؟ ما هي الافضل ان يقول ما هي دقيقه. يعني اقل من كذا ممكن تقول. طبعا اقل، لان الربط ما هو بحثي واضح يعني. هذا كلام مهم. طيب فيما يخص عدد مرات التدخين، الى اي مدى يفرق؟ يعني هل في تدخين امن؟ انه انا ممكن ادخن عدد معين من السجائر بس ما تضرني ولا لا؟ لا، طبعا هو التدخين يعتمد على عده عوامل. الاول لازم كلنا نعرف انه الجينات مهمه جدا للشخص. يعني في ناس جيناتهم كويسه حتى لو عنده سكر، لو عنده ضغط، لو صار مدخن ما تضر. يعني انا شفت ناس يدخنون منذ 30 سنه تسوي له قسطره وشيله من سليمه. هذا جيناته كويسه. فالجينات مؤثره، يعني الشخص اللي عائلته يدخنون وجههم جلطات هذا عاده جيناته ما هي كويسه. فهذا رقم واحد. رقم اثنين، عدد السجائر وسنوات التدخين يفرق جدا. إذا صرت تدخن بكت في اليوم يختلف تماما عن بكتين، إذا كنت تدخن مدة 5 سنوات يختلف تماما عن 10 سنوات. لكن في وحتى في حالة ورقتك حالة التوقف الرجوع إلى الطبيعي ياخذ وقت على حسب كم سنوات التدخين. طبعا الرجوع الطبيعي من ناحية الرئتين، الرجوع الطبيعي من ناحية شرايين القلب. طيب خلينا نختم بهذا السؤال، إذا عندك معلومة واضحة فيه. الواحد علشان يوقف تدخين لو له سنوات من التدخين، خلينا نعطي كذا بارقة أمل. حلقتنا كلها تحذير، يبغى يوقف ووقف تدخين، كم يحتاج من الوقت صحيا حتى يرجع للطبيعة؟ هي على حسب كم سنة دخن. أي زين، وفيها حسبة ترى موجودة عالميا أنه كم سنة تدخن. عادة 30-40% من سنوات التدخين. يعني إذا أنت 10 سنوات يحتاج لك 3 سنوات لحد ما الأمور ترجع إلى طبيعتها. وهذه أغلب ترى عشان بس أكون دقيق، لأن هذه أغلبها تجي على الرئتين، ورجوع الرئتين لطبيعتها في تقبل الأكسجين. مشاكل الشرايين القلب وتجمع الكوليسترول، عادة الكوليسترول يتجمع على الشريان، نادرا جدا ما ينسحب مرة ثانية إلا سواء بأدوية أو بتدخل في القسطرة القلبية. طيب دكتور شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هذا. شكرا تسلم. جزيلا شكرا للدكتور فواز المطيري، مجموعة نصائح تثقيفية وتوعوية مهمة في هذا الجانب. شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.